strong. نقاش 2.0 كل حد مع السلر على دوزام كتقربكم وتعطيكم جديد انترنت والاعلام. وهذا الاسبوع غادي نشوفوا مجموعه من المبادرات ديال المجتمع المدني. غادي نشوفوا المثال ديال قرايتي.com مع المؤسس ديالو ادم بوهدما، وكذلك تيك كامب اللي هي مبادره من السفاره الامريكيه في المغرب. وغيكون معنا واحد السيد اللي عزيز عليكم، دريس العراقي اللي كتعرفوه كمنشط ديال استهلك بلا ما تهلك. الانترنت كتاهل راسك حيت لا فيديو هي اللي كتوصل الميساج اكثر من التكست. شنو عندكم انتما في المغرب؟ عندكم ثقه في الناس اكثر من ثقه في معلومات. الفقره ديال هاد السيمانه غنتلاقاو مع زابينغ، غنشوفوا الباز اليوم اللي هو هولوي سويمينغ اولا كيفاش تنعموا في الكلوارات والتلفازه ديال برا. هادشي كله في نقاش 2.0 نهار الاحد مع ستلارب على دوزام.